الحكاية عن بطل من أبطال مصر ضحى بعمره في حماية أمن مصر من خوارج العصر كلاب وأهل النار. هنحكي النهاردة عن قصة حياة الشهيد البطل ابن القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد منسي. فاللي ما شافش مسلسل الاختيار وعاوز يعرف عن قصة حياة البطل أحمد منسي يتابع معايا الحلقة دي، واللي اتفرج على المسلسل برضو يتابع معايا الحلقة دي لأنه هيعرف معلومات ما تقالتش في المسلسل. نتقابل بعد الانترو بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتولد الشهيد احمد صابر محمد علي المنسي في 4 اكتوبر 1978 في قرية بني قريش التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، وله اخين وهو المهندس محمد منسي وطبيب مقدم رضا المنسي، وكان والده الدكتور صابر المنسي دكتور بالوحدة الصحية بسنهوت، ووالدته هي السيدة سناء جاد. ودرس احمد منسي في قريته لحد المرحلة الاعدادية، وبعد كده اتنقل مع عيلته لمدينة العاشر من رمضان وكمل فيها تعليمه، وبعد كده التحق بالكلية حربية وتخرج منها في دفعة 92 حربية. وبعد ما اتخرج اتعين في وحدة الصعقة المصرية، واللي ما يعرفش الصعقة المصرية هي عبارة عن وحدات من اقوى قوات الجيش المصري، ومش اي ضابط بيقدر يتعين في الصعقة المصرية لانه بيلزمه مواصفات خاصة وتدريبات خاصة. والصعقة المصرية بتتكون من عدة مجموعات اشهرهم الثلاث سبعات والثلاث تسعات، ودول اقوى فرقتين في الجيش المصري كله. فرقة الثلاث سبعات دي مسؤولة عن مكافحة الارهاب الدولي، اما الفرقة الثلاث تسعات فدي بتختص بالمهام شديدة الخطورة وبتكون فين بقى؟ خلف خطوط العدو. والفرقه 3 تسعات اقوى كتير من الفرقه 3 سبعات، والفرقه 3 تسعات لا معروف عددها ولا تقييمها لانها بتبقى سريه جدا، لانها بتعمل عمليات في غايه الخطوره، بيكون الضابط فيها بيعرف يعمل كل المهام القتاليه، وبيعرف يسوق كل المركبات، وبيعرف يعوم، وبيعرف يعمل كل حاجه، وبيبقى متدرب تدريبات عاليه على كل الاسلحه، وبيبقى عنده دقه كبيره جدا في التصويب، يعني لو ضرب باي سلاح من كل 100 طلقه ممكن يجلف 2 3، وبيصنف الواحد فيهم ب 1000. والفرقه 3 تسعات اللي قادت عملية الانزال في مدينة درنة بشرق ليبيا اثناء العمليات العسكرية المصرية ضد تنظيم الدولة، لما تنظيم الدولة ده قتل 21 مصري من الاقباط. فالجيش المصري رد على العملية دي بانه بعت وحدات من الثلاث تسعات. قدرت الفرقة دي تقتحم معسكر كريم الوهداني واللي كان يعتبر اقوى معسكر لتنظيم الدولة في ليبيا، وقدروا يقتلوا 69 تكفيري ويأسروا 20 واحد من بينهم بعض القادة المهمين لتنظيم الدولة ده. يعني من الاخر قوات الثلاث تسعات دي من اقوى القوات الخاصة على مستوى العالم. واحد يقول لي انت عرفت منين؟ هقوله بما ان الجيش المصري ترتيبه التاسع على مستوى العالم فبالتالي القوات الخاصة بتاعته هتبقى من اقوى القوات الخاصة على مستوى العالم. اي نعم انت مش هتلاقي مصدر رسمي للموضوع ده لان المواضيع دي بتبقى سرية، بس زي ما قلت لك قيسها من حسب ترتيب الجيوش. واحد يقول لي بقى ايه اللي دخلنا في الفرقة 3 تسعات والفرقة 3 سبعات والمقارنة بينهم؟ احنا يا عم بنتكلم عن احمد منسي. هقول لك ما انا كنت لازم اعرفك الفروقات دي واعرفك القوات الخاصة دي عبارة عن ايه عشان اقول لك ان احمد منسي كان احد قوات الفرقة 3 تسعات دي. عرفتوا بقى انا كنت بقول لكم المقدمات دي ليه؟ فده كان ضابط من اشهر 100 ضابط صعقة على مستوى العالم كله. فتابع معايا بقى عشان تعرف هو ليه حاز المكانة دي. واما بقى عن الدورات اللي خدها الشهيد احمد منسي، فهو التحق بدورة للقوات الخاصة الاستكشافية والمعروفة باسم سيل، والكلام ده كان في 2001، وبعدها سافر للولايات المتحدة الامريكية وخد نفس الدورة دي تاني، والكلام ده كان في 2006، وحصل برضو على ماجستير العلوم العسكرية واللي بيتسمى بدورة اركان حرب، والكلام ده في 2013، وتولى بعدها بفترة قيادة الكتيبة 103 صعقة خلفا للعقيد الشهيد رامي حسنين، واللي قتل في اكتوبر 2016 على ايد الخوارج كلاب اهل النار. ده غير كمان المناورات الكتير اللي شارك فيها وسافر للبحرين والباكستان، يعني من الاخر كان راجل مؤهل على اعلى مستوى. واما عن حياته الشخصية فهو اتجوز من السيدة منار سليم وانجب منها 3 ابناء، ولدين وبنت، والولدين هم حمزه وعلي والبنت عليا. وبتقول السيده منار حرمه انه كان بيحب الشعر ودايما كان بيكتب شعر عن مصر، وذكرت بيت من الابيات اللي كتبها عن مصر وقالت: شجره انت يا مصر من عمر التاريخ، اعلم انك فانيه فلا شيء باقي، ولكنك باقية حتى يفنى التاريخ. وبتقول برضو انه كان كاتب رسالة وبيقول فيها: جزيل الشكر العدوي اللي اتاح لي الفرصة بعد سنين من التدريب اني اواجهه على ارض الفيروز بافارولي، وخلاني اصلي في كل شبر فيها. وفي اخر الرسالة قال: واقسم بالله ما لك عيش فيها طول ما احنا فيها. وكان الشهيد محبوب جدا برغم صرامته وحسمه، كانت الجنود بتحبه جدا واهالي سينا كانوا بيحبوه جدا، وكان دائم التصوير مع
الأطفال ودائم الزيارات للمدارس اللي في سين. وأما بقى عن بطولاته فحدث ولا حرج، فقدر أحمد منسي إنه يحبط 125 عملية إرهابية لكلاب أهل النار. ومن أشهر عملياته برضه لما راح جبل الحلال وقعد هناك وسط المجرمين والإرهابيين حوالي 14 يوم، قعد متخفي وسطهم عشان يرصد تحركاتهم ويعرف مداخل ومخارج الجبل. وبالفعل تنجح مجهوداته دي، ويقدر الجيش المصري من خلاله إنه يقتحم جبل الحلال ويطهره من العناصر الإرهابية والتكفيرية الموجودة فيه، وكل ده كان بفضل العقيد أحمد منسي. ده غير كمان إن هو اللي قبض على عادل حبارة وكان إرهابي شديد الخطورة، وقدر كمان يقبض على شبكة تجسس دولية كانت في سيناء وتكرم ساعتها من وزير الدفاع. وأول ما تولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة نزل بقوات كبيرة جدا ما شهدتهاش سيناء إلا في أيام حرب أكتوبر بس، وقدر من خلال القوة دي يقتل 389 تكفيري، وقبض كمان على 120 تكفيري، وكلف كمان بالقبض على 7 عناصر إرهابية شديدة الخطورة. قدر يقتل منهم 5 وبعد كده تصف دراعه، فكسر كل الأوامر اللي قالت له لازم تروح عشان تتعالج، فهو رفض الأوامر دي كلها ومرضاش يسيب زمايله من غير قائد، وكان دايما بيحط نفسه في وش المدفع سواء في المداهمات او في الكمائن. ده غير كمان الانفاق اللي قدر يكتشفها للارهابيين، وقبض على اللي كانوا فيها وسدها، وفي بطولات كتير جدا قام بيها لكن كان اغلبها سريه وما اعلنش عنها. واخر مواجهه بينه وبين التكفيريين كانت في كمين مربع البرث في مدينه رفح المصريه، واللي حصل في كمين مربع البرث كان كالتالي: ان انصار بيت المقدس او ولايه سيناء عملوا هجوم مفاجئ في فجر يوم 7 يوليو 2017 وتحديدا كان الساعه 4، وكان الهجوم بواسطه 150 تكفيري و12 عربيه كروز محمله بالسلاح، وكان معاهم اسلحه خفيفه ومتوسطه وقذائف ار بي جي. ده غير كمان السيارات المفخخه اللي كانت معاها، وبدا الهجوم عن طريق السياره المفخخه اللي دخلت اقتحمت الكمين، فحصل تعامل معاها ما بينها وما بين الجنود اللي كانوا واقفين خدمه في الوقت ده، فراحت السياره دي منفجره. تزامنا مع الانفجار ده بقى بعض الارهابيين حاوطوا الكمين، وبدا تبادل اطلاق النار ما بين الارهابيين وما بين الضباط والعساكر اللي موجودين في كمين مربع البرث ده واللي كان منهم احمد منسي، واستمر تبادل اطلاق النار ده حوالي 4 ساعات. واحد يقول لي طب وكان فين الدعم من كل ده؟ هقول لك برضو التكفيريين دول كانوا عارفين خطوط الدعم كانت ماشيه ازاي، فهم جايين في الطريق زرعوا الغام عشان الدعم ما يوصلش بسرعه، فعشان كده الدعم البري اتاخر. وفضل بقول لك تبادل اطلاق النار حوالي 4 ساعات لحد ما الدعم الجوي جه وبدا يدكهم. ودي كانت اخر رساله للشهيد احمد منسي لما كان بيطلب الدعم. الله اكبر لكل ابطال شمال سيناء، ويمكن دي تكون اخر لحظات حياتي في الدنيا. انا لسه عايش في هجوم جماعة دواعش التكفيريين علينا هنا في مربع البرس، دخلوا بكام عربية مفخخة وهدوا المبيتات وهدوا كل النقطة، وانا لسه عايش انا 4 عساكر متمسكين بالتبة ومتمسكين بالارض عشان خاطر زمايلنا الشهداء ما نسيبهمش ولا اي مصاب هنسيبه. بسرعة يا رجالة، اي حد يعرف يوصل للعمليات يبلغهم يضربوا مدفعية، احنا لسه عايشين ومش هنسيب الارض دي وعليها اي شهيد ولا اي مصاب. الله اكبر، لنجيب حقهم لنموت زيهم. الناس كلها رجاله تدعي للناس اللي هنا. وكانوا عدد اللي موجودين في الكمين كانوا 26 واحد جندي وظابط، والارهابيين كانوا 150. استشهد من الجيش 23 واحد واتصابت 3 التانيين. واما عن كلاب اهل النار فاتقتل منهم 40 واحد، والاصابات بتاعتهم مش معلومه العدد. شوف متخيل لما يبقى 26 واحد قصاد 150 واحد مجهزين باحدث الاسلحه، ومع ذلك العقيده اللي كان بيحارب بها 26 واحد قدرت تتغلب على العدد ده كله، لان دول مرتزقه. واحد دلوقتي يقول لي وش معنى مربع البرث ده اللي هجموه بالكميه دي؟ هقول لك كمين مربع البرث ده كان مهم جدا لانه كان بيمثل عائق امام تسلل الارهابيين، وكمان كان بيقطع طريق امداداتهم. ده غير فشلهم المستمر في ان هم يحاولوا يقتحموا الكمين ده، ده غير كمان وقوعه في منطقه لوجستية لانه كان بيربط وسط سيناء ورفح والشيخ زويد من جهه تانية. واستشهد زي ما قلت لك في الكمين ده العقيد اركان حرب احمد منسي و22 تانيين من ابناء مصر وابناء القوات المسلحه. ونقول زي ما قال سيدنا عمر بن الخطاب: موتانا في الجنه وقتلاهم في النار. وعمر الشهيد ما بيموت واسمه ما بيتنساش، والدليل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. ومات منسي ومات معاه أبطال كتير في سبيل الله، وكل فرد من أبناء مصر والقوات المسلحة جواه منسي. فزي ما احنا بنقول لو مات منسي في 100 مليون منسي تانيين، ودائما الحق هينتصر والباطل هيهزم، كما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وقل جاء الحق
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأما عن خوارج هذا العصر وأعوانه من الإرهابيين وما شابه، سوف يقضى عليهم عاجلا أم آجل، وسوف تعيش مصر حرة بأبنائها البواسل. فمصر مقبرة الغزاة وصدر الإسلام ودرعه، فلو سقطت مصر ضاعت هيبة الإسلام. ولنا في التاريخ شواهد عدة كالماغول والصليبيين والصهاينة. من الذي رد همجيتهم وكسر غرورهم؟ إنها مصر. وأخيرا هستشهد بكلام الشهيد أحمد منسي لما قال: شجرة أنت يا مصر من عمر التاريخ، أعلم أنك فانية فلا شيء باقي، ولكنك باقية حتى يفنى التاريخ. فرحم الله منسي وشهداء مصر من الجيش والشرطة والفدائيين، ورد الله كيد الخائنين في نحورهم، وحمى الله مصر وشعبها. وبكده نكون هنا حلقتنا النهاردة، ونهينا معها قصة من قصص أبطال مصر البواسل، ألا وهو الشهيد العقيد أحمد منسي. وأتمنى منكم تدعموا الحلقة دي عن طريق أن انتوا تعملوا لها لايكات عشان توصل لأكبر عدد من الناس، وتشيروها في كل جروبات مصر. وياريت اللي لسه ما اشتركش على القناة يخش يشترك ويفعل الجرس على الكل، وانزلوا قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الحلقه دي، وعاوزين حلقات عن ايه كمان. ويلا عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، سلام.